منازل دمرت وأناس يفرون. معاناة أوكرانيا في الحرب العدوانية الروسية، وكل من يعترض عليها في روسيا يخاطر كثيراً. سلام للعالم، للعالم سلام. أنا روسية أيضاً، مصدومة بشدة وخائفة وأخجل مما يفعله أبناء بلدي. أشعر بأنني محطم، عاجز وغاضب. كل من حولي أصيب بالجنون. أولغا رومانوفا والي فلادوف، فرا إلى برلين خوفاً من الرئيس بوتين وحكومته. ما رأيكما في حرب روسيا ضد أوكرانيا؟ كيف ترون وطنكم الآن؟ احتجاجات في برلين، الأعلام الصفراء والزرقاء كدليل على التضامن مع أوكرانيا. الروس يحتجون أيضا، رسالتهم هي الروس ضد الحرب. ماذا لو كان هذا الحشد في موسكو؟ يجب أن يسير في اتجاه الكرملين. أولغا رومانوفا كانت هناك، ناشطة وصحفية روسية في مجال حقوق الإنسان، تعيش في برلين منذ 5 سنوات وتشارك في معظم التظاهرات ضد الهجوم على أوكرانيا. الحرية لأوكرانيا، روسيا بلا بوتين. ساهمت أولغا رومانوفا في تنظيم هذه المسيرة، وكانت قد فرت من موسكو بعد تهديدها بالمحاكمة. تم بالفعل القبض على أكثر من 1000 شخص نزلوا إلى الشوارع في روسيا. إنهم شجعان، يعانون ويناضلون أكثر مما نفعله هنا، لأنه حتى جيرانهم أو زملاؤهم أو أولياء أمورهم أو أطفالهم قد انقلبوا ضدهم. بوتين قسم بلدي. بسبب بوتين أصبح التعبير عن الرأي أمراً خطيراً. والدتي تخشى حتى الاتصال بي. محطة قطارات برلين المركزية. منذ بداية الحرب كانت أولغا رومانوفا تأتي إلى هنا يومياً. إنها نقطة وصول العديد من لاجئي أوكرانيا. لقد وصلت الحرب منذ فترة طويلة إلى هنا أيضاً. الكثير من الناس يأتون إلى هنا للمساعدة. كنت أود أن أقول أنني أيضاً من أوكرانيا، لكني لست كذلك. ومع ذلك فأنا هنا للمساعدة. الحادية عشرة ليلاً، يفترض أن تستقبل رومانوفا سيدة وابنتها قادمتين من كييف، لكن الأخبار سيئة. أوه كلا، سيتأخر 100 دقيقة. القطار يتأخر 1 ساعة و40 دقيقة. محادثة قصيرة، تقرر بعدها أن تبقى رغم التأخير. يمكننا إنقاذ الناس، يمكننا القيام بذلك كل يوم، ونستطيع فعل ذلك. وربما تكون هذه هي الطريقة التي يمكننا بها إنقاذ روسيا أيضاً، لأنه إذا انتصرت أوكرانيا، وستنتصر بالتأكيد بفضل صمود الأوكرانيين، فسيكون لدى روسيا فرصة أيضاً، فرصة للخروج من هذه الفوضى. إنهم هناك. القطار القادم من وارسو. لا تعرف رومانوفا كيف تبدو المرأة التي من المفترض أن تستقبلها. يريدان التعارف من خلال وشاح باللون الوطني الأوكراني. أهذا أنت إن وكاتيا؟ كلا، هذا نحن. مرحبا، مرحبا. أنت كاتيا وأنت إنا. الآن كل شيء سيكون على ما يرام.
شكرا لك على انتظارنا. استغرقت الرحلة نحو 30 ساعة للوصول من ليفيف. علقنا في الحدود لعشر ساعات، ولحسن حظنا لم نقطع المسافة على أقدامنا. والد كاتيا اضطر للبقاء في أوكرانيا للمساهمة في الدفاع عن بلده. وجدت أولغا مكان إقامة لإينا وكاتيا. في الصباح التالي سيذهبان للقاء أصدقاء في كوبنهاغن انتظاراً لنهاية الحرب. في الصباح التالي أولغا استقبلت يوري الصديق والناشط، وانضمت إليهما القطة شورا. معاً يساعدان الروس مناهضي الحرب على مغادرة البلاد. مرحباً، لقد نجحت إذن في الوصول إلى جورجيا. هل لديك وثائق تفيد باعتقالك في روسيا مرتين؟ جيد جداً. يتواصلون طيلة الوقت عبر الهاتف مع أناس يريدون مغادرة روسيا. أكثر من 25,000 روسي غادروا حتى الآن عبر جورجيا، لا سيما وأن الرحلات الجوية المباشرة إلى الغرب ألغيت بسبب الحرب. يفر من روسيا الناس الذين يدركون مدى فظاعة هذه الحرب وماذا يحدث لبلدنا. لا يمكنك حتى تسميتها حرب، بل عملية خاصة. اعتقلت فتيات بسبب لافتات تدعو للسلام. الاحتجاجات في روسيا ضد الغزو الروسي تكاد تكون غير ممكنة، وحتى الآن ألقي القبض على حوالي 15,000 متظاهر، وقد تم تجديد القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي، وحتى البالونات بألوان العلم الأوكراني تمثل استفزازاً للشرطة. أهم شيء بالنسبة للروس الآن هو الخروج من روسيا. إنني أحترم أولئك الذين بقوا في روسيا وأتعاطف معهم. نحن سننقذ الناس في روسيا، وسننقذ الناس في أوكرانيا، وسننقذ الناس من بوتين. ليف فلاديف أحد الذين نجحوا في الفرار من روسيا إلى برلين. لقد كان يطالب عبر مدوناته الإلكترونية الشهيرة بالتنمية المستدامة لمدينته تشيليابينسك، وقد انتقد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وكانت عواقب ذلك وخيمة. عقب ذلك كتب لي أقربائي وأصدقائي أنني عدو للدولة. كنت مندهشاً وحزيناً، فلأول مرة شعرت بالخوف على حياتي من أبناء وطني. لقد خفت من إمكانية أن يعتدوا علي جسدياً، سيما أنني تعرضت للتهديد. ليف فلاديف حزم أمتعته سريعاً ورحل بالسيارة عبر إستونيا إلى ألمانيا، وهو يسكن لدى أصدقائه في برلين بشكل مؤقت، لكن المستقبل لا يزال مجهولاً. انهدم كل شيء، حياتي التي أمضيتها في وطني، كل خططي، أصدقائي، كل كتبي. لا أعرف ما إذا كنت سأرى كل ذلك مرة أخرى في السنوات العشر القادمة. بقايا جدار برلين الذي كان يقسم العالم في السابق إلى كتلتين، بالنسبة لليف فلاديف هناك جدار جديد بين أنصار بوتين وخصومه، وهذا داخل عائلته أيضا. منعتني أمي من أن أكون ناشطا ضد بوتين. إنها تعيش في عالم موازٍ خلقته الدعاية الروسية. إنها حرب معلومات، وهي مروعة للغاية، وقد تم التحضير لها لفترة طويلة.
وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية. ليف يلتقي بأناس لديهم نفس أفكاره. إن برلين تعتبر نقطة جذب للروس الليبراليين الذين جاءوا اليوم للمطالبة بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا عبر رفع العلم ذي اللون الأبيض والأزرق والأبيض، يعبرون عن تنديدهم بالحكومة الروسية. لذلك أحمل هذا العلم الجديد، إنه ليس علم روسيا، إنه علم كل روسي يعارض هذه الحرب. ربما لأول مرة في حياتي لا أعرف ما يتعين علي فعله. كرست 5 سنوات من حياتي لمدينتي، أردت أن أجعلها أكثر جاذبية وأماناً وذات بنية تحتية أفضل. كل هذه الجهود ضاعت بين عشية وضحاها، لأنه من المستحيل تحديث المدينة بدون ديمقراطية. أوقفوا حرب بوتين، يهتف المتظاهرون أمام السفارة. أولغا موجودة هناك أيضاً. كانت هناك روسيا، لكنها ضاعت الآن. وحالياً توجد دولتان روسيتان، إحداهما لديها الآن علم آخر، علم باللون الأبيض والأزرق والأبيض وبدون الخط الأحمر الدموي. هذه روسيا مختلفة تماماً، ولا أدري ما الذي يمكن أن يكون مشتركاً بيننا وبين روسيا بوتين التي تدعم الحرب ضد أوكرانيا. وفي برلين أيضا يوجد مواطنون روس يدعمون سياسات بوتين العدوانية، لكن الروس الليبراليين خرجوا للتظاهر ضد سياساته، وهم يطالبون بانسحاب الجيش الروسي من أوكرانيا وحرية التعبير عن الرأي في روسيا، على أمل أن تكون هكذا مظاهرات ممكنة هناك أيضاً.